كل شي كان نص نص صورة نص ميك اب نص وجه. ما كنت أحب حالي من أنا وصغيرة، حتى أنه كنت خاف أنا من حالي، بكره المراية كنت، بس هلأ أنا بحب أطلع بالمراية، بدي الناس تشوفني من جوا مش من برا. عشان امشي بالطريق العالم تتطلع انه ولا تستغرب ولا انه شو هيدا ليه هيك، في حدا مثلا يسألني يوقفني بطريقة بشعة مثلا اتضايق. صار معي موقف بالطريق، كنت ماشي من حد مدرسة فيها اولاد طبعا صغار وهيك، انا بحب الاولاد، فيتطلعوا هيك نظرة غريبة انه يخافوا، بس في ولد حلو هيك اجى على بطني طيوب هيك فما خاف، انه هيدا الشيء هيك اثر فيه في حبات. انا لما بلشت اطلع صارت حياتي احلى، حبيت العالم اكثر، العالم حبوني تعرفوا علي، صار عندي رفقه اكثر. ديانا من انا وصغيره معها، يعني هي تقريبا ماي تشايلد هود فريند، فكنا عاملين قصص مشروع كل خميس عند حدا، فنحن هيك ساعدنا بعض على انه تصير تطلع وما بقى تضلها بهالبيت، ومش انه بس كل زياراتنا عندها، لا صارت هي كمان تطلع لعنا ونروح محلات عند رفقاتنا التانيين. هلا انا اكيد حسيت بفرق كبير، يعني غير قعدة البيت، في البيت طبعا زهق، حسيت حالي ما بعرف كيف اقلك من جوا مرتاحة اكتر. تنكفي نور اللي بقلبك ما تطفي مع التيك توك. هلا انا ما كنت بفكر والله صور فيديوز وبين حالي وهيك، انه خاف من ردة العالم، ردة فعلهم، خاف انه يتوجه لي كومنت سيء. ليوم كنت قاعدة انا ورفيقتي عملنا فيديو نفس الشيء انا وياها، دغري انتبهوا انه من شو وليه وهيك، بلشت ترد عليهم انا انه خلقت الله وهيك، بالعكس كتير جاوبوا معي وكتير حبوني. ولا فرقة معايا الناس من سالك مين بصاص. بعد اول فيديو نزلته لما شفت تفاعل كتير حلو من العالم وهيك، تشجعت انه صور حالي انا ونزل. انا كتير من انا وصغيرة بحب اعمل ممرضة، ففتت درست تمريض الحمد لله أبدعت فيها. بحب ساعد العالم، ليه فتتها؟ لأنه بحب ساعد العالم، بحب خفف من أوجاعهم، بحب شوف العالم هيك مبسوطة مني. المرة صارت تخضع لكتير قصص مثل البوتوكس والفيلرز وهالقصص، يعني أبداع المجتمع، بس بالعكس انت لازم تشوفي حالك انت حلو بدون شيء.